سيد الرئيس، شهدت بلادي منذ تقديم تقريرها الثالث العديد من الأحداث، كان أبرزها بلا شك حركة المواطنة الشعبية بتاريخ 22 فبراير 2019 المعروفة بالحراك، والذي كان اختبارا مبدئيا فوق العادة من خلال الطبيعة السلمية لمظاهراته والتعبئة الشديدة لمكوناته وإلهامه الذي تجاوز الخصومات الحزبية والحساسيات الجمعوية وإلى حد كبير الأنانيات الشخصية، كما شكل هذا الأخير نقطة انطلاق لوعي جماعي سمح باستعادة الفضاء العمومي واسترجاع المشهد السياسي للمواطن الجزائري من خلال مواجهة باقتدار العديد من التجاوزات التي طال أمدها آنذاك. وكانت هذه الهبة بحق كذلك معلما إضافيا على طريق إنجازات الشعب الجزائري الباسل، وفرصة متجددة له للتأكيد على تمسكه بالقيم الواردة في إعلان نوفمبر 1954 وبأساسيات الدولة الجزائرية. وفي إطار العناية الواجبة تم إطلاق مشاورات واسعة في إطار رؤية حديثة تتمحور حول نقل مطالب الحراك إلى مؤسسات الجمهورية وإحداث تغيير تدريجي من الداخل والحفاظ على استمرارية الدولة ووحدتها الترابية واستقلالها واستقرارها، ولا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المطروحة في تلك الفترة. هذه المشاورات التي تم إثراؤها بفضل مساهمات الفاعلين السياسيين والحركة النقابية وأرباب العمل والنقابات العمالية والمجتمع الأكاديمي وصناع الرأي والشخصيات الوطنية وجميع أصحاب النوايا الحسنة، جسدت نهجا قويما استبعد ونأى بنفسه عن المغامرة السياسية لفترة انتقالية دون أجال محددة أو آفاق واضحة المعالم، وتفضيل مسار إضفاء الشرعية الدستورية على المؤسسات بتمكين المواطنين من التعبير عن رغباتهم من خلال بدء عملية انتخابية في 12 ديسمبر 2019 أسفرت عن انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. وانطلاقا من هذه الولاية قام الرئيس المنتخب وفقا لالتزاماته المقدمة خلال الحملة الانتخابية بفتح ورشات وطنية إصلاحية ضخمة، من ضمنها مشروع الدستور الذي تم رفعه للشعب وأقره هذا الأخير في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020.